إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع. ارتفع رأس المال السوقي نحو 7 مليارات و500 مليون جنيه عند مستوى 742 مليارا و400 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 11630 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و78 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، فوصل سعره إلى 17 جنيه و69 قرشا للشراء و17 جنيه و83 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الاسترليني، وصل سعره إلى 20 جنيه و83 قرشا للشراء و21 جنيه. أما بالنسبة لأسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع.